الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي تلاميذ المستوى الأول ابتدائي، مرحبا بكم في درس جديد من مادة التربية الإسلامية مدخل الاقتداء. موضوعنا لليوم أحبتي يتم الرسول صلى الله عليه وسلم وكفالته. أهداف الدرس: أولا، أتعرف اليتم المبكر للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أتعرف تكافل العائلية وقيمته. قبل البدء وجب التذكير بما سبق، أي نستحضر أهم ما تعلمناه عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب المصطفى، لأنه كلما ذكر اسمه يجب أن نصلي عليه أحبتي. أول سؤال: أين ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسمع بعض الإجابات. جيد، ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. نمر لسؤال آخر: أبوه ما اسمه؟ أبوه ما اسمه؟ جيد، اسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب. اسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب. سؤال أخير: ما اسم أمه يا ترى؟ ما اسم أمه يا ترى؟ رائع، اسم أمه آمنة بنت وهب. اسم أمه آمنة بنت وهب. رائع يا أطفال. أحبتي، سنستمع للنص الآن. سأل بشير أباه: قرأت في سورة الضحى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، أريد أن أعرف المزيد. قال الأب: حقا، لقد توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد بعد، وماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، فكفله جده، ثم مات جده فكفله عمه. ولكن يا بني، الرسول صلى الله عليه وسلم مع يتمه كان طفلا مهذبا يحبه الجميع، وأنت أتحبه؟ سأعيد، أنصتوا جيدا. سأل بشير أباه: قرأت في سورة الضحى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، أريد أن أعرف المزيد. قال الأب: حقا، لقد توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد بعد، وماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، فكفله جده، ثم مات جده فكفله عمه. ولكن يا بني، الرسول صلى الله عليه وسلم مع يتمه كان طفلا مهذبا يحبه الجميع، وأنت أتحبه؟ بعد أن استمعنا للنص جيدا، يجب أن نجيب على بعض الأسئلة ونتعرف على معلومات كثيرة. أول سؤال: متى توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسمع بعض الإجابات منذ الآن. جميل، توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد بعد، أي كان في بطن أمه. السؤال الثاني: متى توفيت أمه؟ متى توفيت أمه؟ توفيت أمه وهو ابن 6 سنوات. توفيت أمه وهو ابن 6 سنوات. من كفله بعد وفاة أمه؟
تتساءلون الآن أحبتي عن معنى كلمة كفله. كفله أي رعاه وأصبح يعيش معه ويقوم بكل شؤونه. من كفله؟ بعد وفاة أمه. جيد، كفله جده عبد المطلب. كفله جده عبد المطلب، وعاش مع جده سنتان. من كفله بعد وفاة جده؟ أحسنتم، كفله عمه. تعرفون اسمه؟ تعرفون اسمه؟ اسمه أبو طالب. اسم عمه أبو طالب. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته طفلا مهذبا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا مهذبا. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم جميعا. بعد إجابتنا على الأسئلة وصلنا إلى خلاصة، وهي عاش النبي طفولته يتيما، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته طفلا مهذبا. وصلنا أحبتي إلى أهم ما يجب أن نقتدي به في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي اهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته، أعطف على اليتيم وأصاحبه بمودة ورحمة. أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في طفولته، أعطف على اليتيم وأصاحبه بمودة ورحمة. فهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، وإلى لقاء آخر، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.